عشقت الخط العربي منذ نعومة أظافري، وتعلمت أول مبادئه الأساسية على يدي أستاذي الدكتور فريد بن عدي، ثم بعد ذلك أطرت هذه المعرفة وأصلتها وتعلمتها بقواعدها وأصولها، خصوصا الخط المغربي، على يدي أستاذي بالعيد حميدي المدرس بالمدرسة المولوية بالرباط سابقا. فأجزت في الخطوط المغربية سنة 2016، وقد أخذت هذه التجربة عن أستاذي وبداغجية تدريس الخط المغربي لجميع الطلبة بمدينة هنا وجدة، وأيضا عبر الأنترنت. والحمد لله قد تخرج عدد كبير منهم ولا زالوا يعدون إجازاتهم في الخط المغربي. أحرص على تعليم الخطوط المغربية رغم أنني أجزت حتى في الخطوط المشرقية، أحرص دائما على تعليم الطلبة يعني الخط المغربي في البداية لسببين. السبب الأول هو محاولة إعادة إحياء هذه الفن المغربي الأصيل الذي حافظ على أصوله لمدة 11 قرنا ويزيد للواجهة، وحتى تكون يعني في هذا العصر محل فن يعني يحبه الجميع ويعشقه الجميع، والتعريف به للمغاربة وغير المغاربة. والسبب الثاني يعني هو أن الخط المغربي يتميز عن الخطوط المشرقية بجمالية وانسيابية ونكهة خاصة، كالإعجام مثلا في التنقيط بالفاء نقطة تحتها والقاف بنقطة واحدة فوقها، أيضا بمحاولة إعطاء هذا الخط المغربي جمالية ونكهة عصرية ونشره على أوسع نطاق، امتثالا لتوصية صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث أولى بالخط المغربي اهتماما كبيرا في الآونة الأخيرة، وأعطاه يعني قيمة حتى يصبح معمما في جميع ربوع المملكة وأيضا خارج هذه المملكة الشريفة. إن شاء الله تعالى أحاول دائما أن أبحث عن الجديد في الخط المغربي والتجديد، حيث ولله الحمد توفقت في إبداع أسلوب خاص بي في الخطوط المغربية، وأحاول دائما أن أعطي الجديد فيها والإبداع فيها قدر المستطاع، مع الحفاظ أيضا على أصولها وجذورها التي انتشرت في المغرب يعني بالرباط وسلة ومدينة فاس ومكناس وأيضا بمراكش وتطوان أيضا. فكانت هناك مدارس يعني مختلفة في المغرب لها يعني ميزة خاصة، وكل مدرسة تمتاز عن الأخرى بجمالية وإتقان في الحروف وفي انسيابيتها وجمالية اللوحات التي تكتب بها هذه الخطوط المغربية. بالنسبة لأدوات التي أستخدمها في كتابة اللوحات وصناعتها، غالب الأدوات تكون من الأحبار بالألوان المختلفة وأيضا الأقلام وأيضا الورق. فأما بالنسبة للورق والأحبار، غالبا ما أقوم بصناعتها بمواد طبيعية حتى تكون اللوحات يعني طبيعية 100%، كالورق مثلا يطلى بمادة البيض والشب وهذه المواد الطبيعية الموجودة في البيوت، وأيضا المداد يصنع أيضا من قشور الرمان أي بمواد طبيعية. كذلك الأقلام، غالبا ما أستعمل القصب في صناعة أقلامي، وهناك ما أشتريه يعني من صناعي. من بين أهدافي التي أحاول تحقيقها وطموحاتي أيضا نشر الخط المغربي والتعريف به خارج الوطن، وأيضا التعريف به داخل الوطن أيضا، كما أسعى إن شاء الله تعالى إلى تكوين مدرسة أو مركز لتعليم الخط وفنه وخصوصا الخط المغربي لجيل صاعد إن شاء الله تعالى، وخصوصا الأطفال، لأن حسن الخط لديهم يشجعهم على الدراسة والتعلم، كما قال سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه: علموا أولادكم الكتابة فإن الكتابة من أهم الأمور ومن أعظم السرور.
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.